صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال، أجعل طيبة ففيها أسود من شذاها طابت صبا وشمال. إن في طيها يا أسود إليها تنتمي البيض والغنى والصقال، فإذا استقبلتك تسأل عنا من لؤي نساؤها والرجال، فاشرح الحال بالمقال. وما ظني يخفى على نزار حال، نادي ما بينها بني الموت هب، قد تناهبنكم حداد صقال. تلك أشياخكم على الأرض صرعى، لم يبل الشفاء منها الزلال، غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل، كفنتها الرمال ونساء عودتموها المقاصير، ركبنا النياق وهي هزال. واويلا مثل من هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها وياي وياي تحط الريحة، الرحال أضحت اليوم واليتامى عليها. يا لقومي تصدق الأنذال. بعد مرة نقرأ سورة. يا لقومي تصدق يا الأنذال، ما من رجل مسلم يا
يسوي إحسان ليا يتشيم ويتفين غريب الغاضب. ليلة آخر ليلة بخدمتكم أنا، الله يعودكم إن شاء الله، وحضوركم الليلة بمثابة أنه تشيع الحسين الرحيل والفداء. مو تبخل علينا بصوتك هم. سلام ما عدكم يا شيعة آل سفيان، وما فيكم موحد يقوم يسوي إحسان، ينهض بهمة ويدفن المذبوح عطشا، يدفن أولاده وأخوته وأهله سوي. وش هالفعل يا بن سعد هاللي فعلته؟ أخي ذبحته وعزوته وبيته حرقته، جهزت موتاكم وابو سكنه تركته، مجرد من ثيابه وفي القبر رميه. بالعجل نادى بن سعد لبو نداها، بيش عشرة تقوم بالخيل وتسكن بجاها، وبالخيل نصب عيونها رضو حماها، وفصل خرز ظهرها بحوافر لعوجي. ويلاه ويلاه، هذا البيت يريد أكثر صرخة وصوت، والله وياي. ويلاه، عشرة من الفرسان قامت ركبة الخيل وداست على صدرين تربى بحجر جبري، ورضت ضلوعه وفصلت شلون تفصيل، وفصلت خرز ظهره بحوافر لغوجه، وزينب تشوفه وللغري صدت تنادي اقعد يا ابويا وشوف وش حاله تسنادي، مرمي جنازه وداست خيل العادي وياي، وراسه معلقينه براس السمهري. كلميات لازم تحضر لحظات موته يا علي، كلميات لازم تحضر لحظات موته موته، وحسين يا ابويا انذبح واحترق بيته، ما جيت شفته يا علي واسمعيت صوته، يبكي ويطلب يا علي قطرة مويه. ضيعني الوالي خلاني غريب، لا والي عندي ولا بلد يمي جريب، عنيش دعوة يا علي مطول الغيبة، ما تنجف زينب وياها نساوي. قول حيهم يا طارش روح لخلي وصل، حيهم حيهم يحيونك طبق والنوم. هاي من توصل بالمدينة، ها قول توسط بالمدينة وصيح حيهم، صاير يا هل زينب خذوا زين خذوا زينب، يا هل زينب
خذوا زينب سبيا. طولها طولها. ويا عداي وين اللي يعتني لأهلي، ويا عداي نزار ومضر يخبره، ويا عداي يقلهم سفرتي صارت، ويا عداي صوت الجان ما ينسمع سمعه، وطول الجان ما ينسى شافوا ضربوني وابوي الفحل، لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين. الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. صدق الله العلي العظيم. أهل بيت طحروا من دنس، ولهم في الحشر أعلى درجات، فإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. رسول الله العظيم صلى الله عليه وآله وسلم عندما بعث واجه الكفر والمشرك، وكان مهمته إيصال دعوة التوحيد والإيمان بالله والإقرار بوجوده وبوحدانيته والإقرار والإيمان بيوم القيامة. هاي كانت مهمة النبي صلى الله عليه وآله. في ناس اهتدوا، وأكو ناس لا عاندوا. الله يقول جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كان يدري بأنه هذا نبي، إلا أنه أخذت العزة بالإثم. مثل أبو جهل قال له يعني أنت هاي معاجز النبي كلها ما تخليك تؤمن أنه هذا نبي؟ قل التفت خاف يشوف واحد من بني هاشم ما لقى أحد. قال محمد نبي غصبا علي وعلى أهلي، ولكن إحنا وبني هاشم كفر سيرهان جاي نتسابق على الشرف على الاسم. كل شيء اللي سوى وسوينا مثلهم وما خليناهم يغلبوننا. زين الآن طلع بيهم نبي، أنا منين أجيب العشيرتي نبي حتى مثلا أخلي في قبال نبيهم؟ ها حياك الله شيخ عطيبة، صلوات على محمد وآل محمد. آه اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الشيخ ممن من الله عليه بالشفاء ولله الحمد بعد الحادث والانفجار الذي وقع في جامع الإمام الصادق. الحمد لله على سلامتك شيخ، هلا بك. خلي بالك يمي، بارك الله فيك. فقال لهم منين أجيب أنا في قبالهم نبي وأخليه في عشيرتي في أهلي حتى يصير منافس لرسول الله؟ فهاي العزة بالإثم.
خلاصة الأمر اجى أمر السماء هكذا كلم النبي الكفار قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بعدين في سورة زمر الله يقول للكفار قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، روح تونس بدنياك أنت ما لك آخرة، إيش ما تريد تسوي أنت كافر، عاد لك شيء اسمه دنيا تونس بيها، ها أنت بالآخر من أصحاب النار. وده تشوف كثير من الكفار اللي ما ملتفتين لله اللي ما عندهم دين، شوف عندهم بل أنا وأنت نشوفه خيرات، لكن الله يقول هذا مو خير. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذا ننطيه حتى لا يلتفت لنا، هو هذا أعرض بوجهي عنا. لكن عندما غادر النبي مكة وتوجه إلى المدينة فوجئ بنوات اسمها المنافقين، ذول أكلف من الكفار أخطر، لأن الكافر ما يجامل يقول لك أنا هاي عقيدتي ما أترك اللات والعزة، لك المشرك. في ناس يقول ما أؤمن شيء اسمه الله، هذا كافر معلن. الأخطر من عنده المنافق أكرم الله محضركم اللي ظاهره دين، ظاهره إسلام، ظاهره إيمان، سبحة ولحية ويحكي باسم الدين، هذا اللي يخوف إذا كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا يغش كثير من الناس. لذا تشوفون الخطاب اللي الله خاطب به الكفار السياق 6 آيات وصغار، لكم دينكم ولي ديني، لكن المنافقين 11 آية، كل آية يمكن بقد سورة الكافرون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن السبيل إنهم ساء ما كانوا يعملون. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. دول خطين. ولعلمك أن المنافق في الدرك الأسفل من النار، يمكن يضيع علي وعليك لكن على الله ما يضيع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. شنو معنى المنافق؟ خافرين على أخواني الشباب الله يبارك فيهم. لغويا النفق هذا الشيء اللي إلى بابيا، شايف شلون؟ مثل الجبل إذا يحفرونه يسمونه نفق، عرفت لولا؟ هذا الإنسان إذا صار عنده وجهيا ها يسمونه منافق، وهذا شعار كثير من الناس أنه يريد يرضي الكل. صار يم المؤمنين حشب الدين، صار يم غيرهم صار مثلهم، وهي كارثة. أما مر بهذا الدستور وقرأ هذه المادة إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، يضحكوا على دين الله. كن عند مبدأ، عند وجه واحد. كذلك بين الناس تحذر أخوي أنه لا تقابل لك واحد بوجه وإذا غاب عنك تتكلم عنه بوجه آخر. يقول الإمام موسى بن جعفر أرواحنا فداه بئس العبد أن يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه إذا شاهده ويأكله إذا غاب عنه. أتذكر أخوان والله كنا فد مرة تشيع جنازة بمقبرة، واحد واقف يمي وجا رجال شايل بشتهيج على إيده، وهذا تقرب مني قال لي شوف ذاك، قلت له قل هذا أكبر حرامي بالديرة. هسه أخوان الناس كل شيء تحكي مو مهم،
لكن عجيبة لما ما وصل شوية عن هيك مثلا ما ترتهي ثلاثة هيك فكدي هلا هلا بعد أخوك تشلون توك سويت بالزلمة ما خليت عليه حال شو تسوي بي أنا غيب عنك هذا مولاي خطر اتحذر من عنده هذا أبو الوجهين هذا على الله ما يغيب يمكن يغشني ويغشك وشيف هذا خطورة كبيرة والله قال عنه أنه في جهنم اتحذروا أخواني أن لا يدخل إن هذا النفاق أن يصير عندي وجهين بالحسينية وجه وخارج وجه بالمسجد وجه وخارج وجه يم مجموعة عندي وجه ويم غيرهم وجه هذا مشكلة كبيرة الله يريد من عندنا يكون عندنا وجه واحد حقيقة يصير عندنا مبدأ وثبات والله مثلا مو أنا جنابك عندك فكرة بل كون أنا أيدها إلك وإذا أروح يم غيرك أيد فكرتهم وأذمك مصيبة هذه حرام ما يجوز أنا جاي عامل الله هذا دين يصير أنا كذب على الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هاي القناة قناة المنافقين اتفاجأ بها رسول الله منو زعيمها عبد الله ابن أبي السلولي هذا كانوا يردون يلبسون تاج ويخلون ملك على يثرب شاف النبي اجا وقلب الامور عليه فمن الله شارع انه اظهر الاسلام لكن تأذى من رسول الله هو يتأذى بحرب احد غزوة احد زعل قال راح ارجع وأمنع النبي من الدخول حتى القرآن ذكر نص كلام يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يعني يقول أنا العزيز والرسول شنو الذليل سمع ابنه شوفوا الدين إخواني شو يسوي الدين هكذا الدين براءة وولاء شنو الدين براءة وولاء مو ولاء وبراءة الله يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي شنو؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن كنت تكفر بالطاغوت تؤمن بالله ما يمكن أنا أقول يزيد رحمه الله والحسين رضي الله عنه ما يمكن ما يمكن هذا قاتل ومقتول والله يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فقال انت قعدتش على رسول الله يقول الابو اعلمك الابن اجا وقف باب المدينه راح يدخل ابوه منع قال له ما طب حتى اثبت لك منو العزيز ومنو الذليل اجا النبي شاف الولد لازم الباب وقول أبو ما يطب قال له مولاي أخليه يدخل له لا النبي قال له خلي طب بعدين راح ورا النبي قال له مولاي ذبحة إيه نعم لا تجد قوما يؤمن نهاية المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو عشيرتهم ما يقرب شيء على الله القريب منا بس رب العالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين تبرى من عنده الدين كنت تتبرى من ناس في الله وتوالي ناس في الله حتى شي يكون فقد استمسك بالعروة الوثقى شوف شلون قال رب الأرباب لموسى موسى اخلص لي عمل قال لي تطلب من عندي الإخلاص هاي أعمالي كلها ما فيها إخلاص
قال له هاي أعمالك إلك فيها خلاص، بس إلك أريد عمل إلي. قال علمني يا رب. قال أن توالي في وليا. شوف لك واحد ما تعرفه لكن كيف يصلي ومؤمن وخير تحبه، وتعادي وتعادي في عدوا. منو فينا ابنه ما يصلي وما يحاكي؟ شي ما يحاكي الله. منو فينا يجي لشهر رمضان وابنه ما يصوم وما يحاكي؟ هذا هو الدين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. أبو لهب عم النبي، تبت يدا أبي لهب. ماكو بين الله وبين أحد قرابة. القريب من الله منه؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سلمان ما حد يعرف أمه وأبوه، لكن سلمان أصبح من آل رسول الله، وأبو لهب معروف مجده ونسبه. تبت يداه إلى يوم الدين. معكو دين ما بمجاملات. لذا حضرتني قصة جدا حلوة. هذا الشعبي من فقهاء المدينة يقول فرد يوم صار قحط، ماكو مطر، اطلعت الوادي من ذاك اليوم يستسقون، استسقاء يعني طلب المطر صلاة. طلعت الوادي مستسقت، ماكو استجابة. قلت بالله خل أشوف روحي، هاي صار لي 60 سنة عبادة والتزام وخايف الله، بالله اليوم من أطلب من الله يستجيب لي لولا. رحت هم لوحدي وصليت ودعيت، ماكو استجابة. هواية أسفت على نفسي، صار لي مدة عبادتي تبين ماكو استجابة، حتمن أكو حاجز حائل بيني وبين الله. سكتت وأنا متأسف على نفسي واسمع صوت بالقصب والبردي، يمي اسمع صوت، الهي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء من البشر، الهي اقسم عليك بحبك لي. شنو من كلمة هاي؟ يعني شلون مثلا سيجيك واحد يقول لك وصدق تحبه انت ويقول لك اذا صدق تحبني سوي لي هيك، هذا بعد هنا ما بيك تقول لا اذا تحبه. شو يقول الله هذا؟ بحبك لي إذا صدق تحبني امطر علينا غيثا نافعا. يقول بس حكى حكايته برجت ورعدت ومطرت، ما لحقت احكي وياه بس تبعته، شفته بيا بيت دخل عرفته، هذا بيت مولانا زين العابدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صار فرد اسبوع اجيت البيت مولاي زين العابدين. طبعا هو هم عند هاي سبب تأخيره والله ما استجاب له، لأنه شوية عنده بلي شايل نفسه على الإمام زين العابدين، يشوف نفسه شيء يم الإمام. ولما مات الإمام هم ما وقف بالصلاة عليه. شوف شلون اجيت دقت الباب، فتح الباب قلت له وين الإمام؟ طبيت يمه. أنا الإمام عارفه ذيك الليلة، مو الإمام كان هذا، بس الإمام معروف عنه يشتري عبيد كثير، شو يسوي بيهم العبيد؟ يعلمهم ويعتقهم. قال له سيدي أريد من عندك تبايعني عبد من عبيدك. قال تدري بي أن العبيد أشتريهم حتى أعتقهم، هو بيحمى الوادم. لحيت على الإمام قال كيف أنت رجل تقدرهم وتعرفهم وما تأذيهم، يلا راح أعطيك ياهو اللي تريده مش بيع. طبيت على دار العبيد، عينيت كل وجوه عرفته، قلت له هذا أريد هذا. الإمام بلي قرأ صيغة العبودية أنه هذا صار إلي، جاب ملابسه وجبته بالطريق ما يسولف. عيل لي قال ليش اشتريتني؟ ليش خذيتني؟
حرمتني من مولاي زين العابدين. أنا وين بي أخدم؟ ابتسمت بوجهه قلت له أنا اشتريتك حتى أخدمك. تخدمني؟ ليش؟ قال مو ذيك الليلة أنا شفت كرامتك عند الله. يقول سكت. وصلنا يم مسجد النبي. قال لي تسمح لي أطب للمسجد؟ قلت له أنت المولى أنا عبدك تفضل. طب للمسجد صلى. أنا يم الاسطوانة أتاني سجد. أسمع حاجة شي قال الله. بالسجدة الأخيرة قال الله إلهي هذا كان سر بيني وبينك. هسه السر افتضح. أقسم عليك بحبك لي إلا ما أخذت روحي. سكت. طول السجود. حركت لقيت ميت. بالله عليك. هذول أولياء الله. هذول القريبين من رب العالمين. ترى والقريب من الله اللي أكثر يحترم الله يا شباب. ما لكم لا ترجون لله وقارا. الله يقول إذا شفتوا لكم أجتكم رسالة على مواقع التواصل بها إهانة للقرآن للدين للنبي لأسماء الله امسحها. تشوف اسم من أسماء الله طايح شيله. قرآن احترمه يقرأ اسكت. هذا مولاي احترامك المقدسات الله سبحانه وتعالى ترفع شأنك. سامعين انتو كلكم بشر الحافي وتوبة بشر. لكن اكو قصة قليل يروونها العلماء. من ذاك اللي كان امام ضلال صار امام هدى وصار معتمد ائمتنا بعد ان تاب. فد واحد سأله قال له بشر عندي سؤال مو تزعل. قال له اسأل. قال له انت ايش تبدلك من ذيك الحاله لهاي الحاله؟ احسن. قال له احسن خوش سؤال اجاوبك. قال له فرد يوم طالع انا وكان ترى بيته ملها السبع المنبر ما يسمح لي اسولف شنو بيته وكان ما يبطل من السكر. يقول وانا طالع امشي بشارع من شوارع بغداد شفت قرطاس مكتوب عليه اسم الله والمارة تدوس عليه جزته تعديته هذا مو اسم الله. رجعت شلته نكت ترابه وخليته بجيبي. من وصلت لبيتنا خليت له طيب اطر وخليته بافخر ملابسي ورحت استلقيت. بعدني ما نايم فاك عيوني اسمع صوت بش طيبت اسمي لا اطيب ان اسمك تكرمني اكرمك. طبعا هذا الحكي اللي ارتحكي انا هذا خطر يعني ندري بيه احنا ونعتدي. اقروا في سورة الملك ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. الله يقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب يا شباب من دون تعليق على الموضوع بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فاللي قريب من الله سبحانه وتعالى المتقي اللي يكرم الله. وإلا مو الآن الحسب والنسب اللي أنا وأنت ننظر له في دار الدنيا. دعبد الخزاعي عليه الرحمة هذا موالي صدق يقعد يم مولانا علي بن موسى الرضا يقول له أحب قصي الرحم من أجل حبكم. قصي الرحم أو ذاك اللي ما يعود لي ذاك اللي ما ينتمي لي مو من ديرتي مو من لغتي
بس كيف يحبكم أحبة، وأهجر فيكم أسرتي وبناتي، عيالي وأهلي إذا ما يردونكم ما أريدهم. الحميري إسماعيل عليه الرحمة أمه وأبوه نواصب، يلا لا بس تاريخ أنقلكم ولو يوجعكم الحكي، كانوا يكتبون اسم علي وفاطمة على النعال ويمشون به، هيك مر عليهم زمان. هذا ابنهم، تدري لما ما ماتت أمه شو يسوي؟ يمشي ورا جنازتها يقول اللهم لعن أمي، إيه ويبكي، قالت تلعنها وتبكي، قال لا أنا أبكي فرح، ارتاحت أنه بعد ما أسمع واحد يمي يسب الإمام علي. والله عجيب. فمنها شوفوا هذا الرجل اللي ذكر القرآن، هو الذي يقول بلي لئن رجعنا للمدينة ليخرجنا الأعز من الأذل. شوف ابنه شلون عامله، شوف هو شقد خبيث وابنه طيب. هذا النبي ظل يعامله معاملة مسلم بس هو يدري بيك منافق. وأمين سر النبي حذيفة بن اليمان عليه الرحمة، هذا كان النبي قال له فلان منافق، فلان خير، فلان في الجنة، ينطي أسراره حذيفة. هذا مات عبد الله بن أبي، مات ابنهم اسمه عبد الله ابن عبد الله بن أبي. اجى للنبي قال له مولاي تدري احنا نحب الاسم والشرف والمجد والرفعه، فريد منك تصلي على ابوي، صلي عليه. فالنبي حكيم يعرف شو يسوي، اجى وراد يصلي عليه. سمع ادري الروايه تقول اجى رجل كظ النبي من اردانه هيك وعته لو تصلي عليه، شمو الله قال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. قال تعلمني انت، انت تعلمني، انا مأمور من قبل السماء، انا عندي هدف. هسه شفت فرد نسخة مكتوب هكذا يقول النبي وقف صلاة الميت كم تكبيرة؟ 5. النبي صلى عليه 4 تكبيرات، يعني خي مو صلاة صارت خلص بعد لعنة صارت عليه. لكن هذه العملية جعلت أن 300 شخص من عشيرة هذا الرجل يدخلون لدين الإسلام. الحكمة هكذا اقتضت، عرفت يا مولا. وانتشرت هاي فكرة المنافقين وظلوا باسم الدين يفسدون بالدين ما أكثر. هسه هذا الإنسان العامي، العامي أكرم الله محضركم، إيش ما يسوي بالشارع حتى لو مسلم، ما إلى خطورة بقد الأعمامة أمامه، أكرم الله محضركم يخوف. مرة يشكك بالدين، ومرة باسم الدين يسرق الدين، ومرة باسم الدين يهدم الدين. يعالجنا الطبيب إذا مرضنا، فكيف بنا إذا مرض الطبيب؟ ولا حيف إذا فسد الزواني، يا للحيف إذا فسد النجيب. وإلا بناك الوادم شلون يعني طلعوا لقتال الحسين عليه السلام وقتلوا؟ فتوى موجودة بعده، فتوا بماذا؟ لفقة ورواية وخلوا فيها شهود، وأن رسول الله قال اللي يطلع وشق عصى المسلمين قتلوه بسيفي حتى لو كان ابن الحسين. يلا روحوا قتلوا الحسين، قتلوه. سبناك عبيد الله بن زياد لما ما جابوا له رأس الحسين إيش قال؟ ها يحكي دين، يقول الحمد لله الحمد لله. هسه جنابك تسمع واحد يصعد منبر يقول الحمد لله، تتصور هذا دين؟ لكن شوف شنو مسموم، ينطيك السم بالعسل حتى الجرعة. الحمد لله الذي، انتم ما تتحملون بس هكذا ورد في التاريخ اخواني، الذي نصر اميره هيك يقول هو بلي على الكذاب ابن الكذاب الحسين ابن علي. والوادم تسمعه ثم يعين لزينب ويقولها الحمد لله الذي فضحكم
وكذب أحدوثتكم. قالت لإنما يفتضح الفاجر وهو غيرنا يا ابن مرجانة. قالها كيف رأيت صنع الله بكم؟ قالت لما رأيت إلا جميلة. الله رأى. ثم فتح الطومار وقرأ أسماء شهداء كربلاء. من ضمن من قرأ علي بن الحسين. ثم سأل مولانا زين العابدين من أنت؟ قال له أنا علي بن الحسين. قال له أوليس قتل الله عليا؟ هاي الفكرة الأموية، فكرة الجبر، يعني معناها الله كاتب على فلان يقتل فلان، شنو ذنب بعد ذاك؟ هذه ما هي مو عدالة الله. الإمام حتى جواب علمي بما أنه ذاك الأيام المصيبة العظمى، قال له كان لي أخ أكبر مني قتلته الناس، ما تنسبة لله. وقرر أن يقتل الإمام زين العابدين، لكن هنا بدأت بلي وقفات زينب عليها السلام. ولما قام جاب صوت راد يضرب زينب. تتعجبون انتو كنا تقول لا تقول الحكي، شلون ما اقوله؟ هو اللي يذبح الحسين عند زينب بعدها صعبة؟ الحسين خامس اصحاب العبا، خلاص خلاصة المجتمع البشري خامسهم الحسين قتلوه، بعد عندهم شيء اسمه صعب؟ ويقوم رجل يقول له عبيد الله تريد تضرب زينب؟ هاي بنت الخليفة علي، شلون تضربها؟ زينب تنهضم تشوف الأجانب يدافعون عنها، يقول له عبيد الله تريد تضربني بمجلسك؟ شي ما عندي زلم، أنا منين أبو فاضل أجيب؟ يلا أبو صالح فينا الضوء، منين أبو فاضل أجعده ورتشب جفوفه فوق زند؟ يمكن هذا الكلام أردنغ لأكثر يجرحكم. وجدت القبائل سلت السيوف ووقفوا يم الباب، بنو تميم، شوف عبيد الله رجالنا قتلتهم كانوا ثوار على الدولة الأموية، ما نقول لك لا ما نطالبك، لكن نسواننا ظل عندك ما نسمح، طلع نسواننا. وصاحوا يلا يا تميمية اطلعي، اجوا وراك رجالك، زلمك اجوا وراك. وطلعت التميميات وراحوا، وجوا بنو أسد، يلا وين الأسدية؟ خل تطلع، أجوا وراها زلمها. وطلع عن الأسديات، ولم تبقى في الأسر إلا بنات علي. سكينت عين الوجه عمتها زينب تقولها عمة لو عمي أبو فاضل عدل هم كان أجوا ورانا. أهل المدينة لو أن يدرون بكربلة كلهم يصبحون، بل كبضع زينب يلحقون، وبدروبهم بالطف يمرون، ويلقون خيموش مدفون. صحت كل من وياها آخر ليلة بخدمتكم أنا، مو يبقى الصوت ما يرتفع معانا كلكم، ها بعالي صوتكم وياي. كلمان لها وليان جاها، روحي فداك، الله يطول عمرك، طول نفسك، خلي نفسك كله على الآه وعلى الونة، شيل البيت وياي يلا. كلمان لها وليان جاه، ولي جوها وصاحة وبسمها وطالعها، ممنون ممنون والله، صاحا باسمها وطلعوها، ومن الأجانب خلصوها. والله يا حيف، هاي زلمك يا زينب، يا حيف زينب ما حضرها،
أسمعكم. والله يا حيف زينب محضرها من يوم للطاغي خذوها. يا سيد المجلس تسمع بذنها شات مبوها. ويلي ويلي قبل لو رعدوا الواديم. شيخ ابراهيم الديراوي يقول الله يحفظه: عن خدر العرب يحجون قالوا لو خدر زينب لو ما من خدر بالكون. ما ادري شجاوبهم علي لما ينشدون وقالوا مو شخت عباس هاي البين قمر جاس تتفرج علي الناس. انا الما بدا الخيال فرج الدهر خلاني ذليت وعلان الذيل وتراكم اقبب اليمة وتبدل ماي من عيني وطاح الشميل شيل امة عفاني شكثر احمل ضيم وقلبي اشتقل همة هم الما تشيل جبال ولا كاني خطر على البال اروح مكتفة بحبال. علي مر الخدور مثل الحليم وفقدت ولياني. ولا التفت للمعنى إمامنا الحسين أول أمس وأمس واليوم يعني غابت الشمس وطلعت يوم ثاني والإمام طايح على التراب. وأمس غابت الشمس واليوم طلعت والإمام بعد على التراب. وهالليلة إمامنا بعد على التراب. باكر يجى النسوان من بني أسد كل أسبوع مرة يجني ترسن ماي. يجن باكر يشوفن الأجساد هذا على يمينه وهذا على شماله وهذا مكبوب على وجهه يخافن. يرجعن لرجالهن والطب الشيخ على أبوها والعصابة بإيدها وترجف وخايفة: بويا ليش تبكين؟ أخليك أنت والشاعر بالله تعرف وين جاي يحكي. تقول يوبا يا يوبا رحنا نجيب الماي ونعود لقينا بطل غنهر ممدود مقطوعة شفينا من الزنود ومفضوخ راسه بضربة قمود. أين الصارخون وعباسا؟ بعد يبا شفنا شفنا بدور نور تلاله خيال النبي يشبه خياله. يا ابويا جثة ولكن راس ماله. أكون يا حا والله جثة ولكن راس مال. هاي إلكم يا شباب أرد أقرأ هذا البيت. وشفنا بالمغركة شفنا عجوبة عريس وجفوفة مخضوبة. يا ابويا شبه جفن تفصيل ثوبه. يبا وشفنا طفيل متوسد ايده يعني نايم على ايد الطفل ها
وشفنا سهم يلمع بجيده أثار السهم قاطع وريده. أعوذ بالله من عين وقلب لا يخشع وعين لا تدمع في هالبيت الجاي، الزم قلبك وقر البيت وياي. يبا وشفنا بطل يما الطفل، ها يما الطفل نايم بكترة وكثرة دموع مصاب نحرة، أثار البطل آية الكبرى الحسية. خادمك على أمرك، بس شيل البيت وياي. خادمك على أمرك. يبا وشفنا بطل، أتقرب يم سيد مجيد وشيخ عطية. يبا شفنا بطل نايم بكترة وكثرة دمومه صوب نحرة، أثار البطل آية الكبرى الحسين. الحسين شمامة الزهرة قالها أبويا تصير العرب تتقاتل زلم تنقتل ليش تبكي؟ قالت لأبويا ما بجيت على الكبار، شف الطفل مذبوح مخلينا على صدر ابوه. قلت اذا للكبار ذن هذا الطفل شنو ذنبه، خلي اخذه دفنه يم بيتنا. بويا جيت صوبه شفت الامام شبق وليده، انا ما تراجعت مديت ايدي أرد أخذ الطفل واسمعت صوت خلي الولد خلي الولد مذبوح خلي أود غنى وشم من ريحة البي. وويلاه فقد الولد يبس وريدي، عزيز الولد وهلال عيدي. يقولون الليلة آخر ليلة تقرأنا المصيبة تفصيل، وخاف عليكم أنا أنتم ما تتحملوا. شاش حال أمه، هذا أبوها كذا الأم شلون؟ يما يا يما يا يما يا يما يما يقلوا لي أغلى صدر حسين نايم يا بعد عمري، إبيك كسر وصدره تعال اغفى على صدري. وصار باكر إمامنا إجا شاف النسوان محشمات رجالهن، ويلتم التمين بكربلة حول الجثث. من شافه والإمام تفرقوا كأنهم جاي يتفرجون، خافوا من الإمام، بناهم عين من عيون عبيد الله بن زياد. قال اشعتكم هنا؟ قالوا له اجينا نتفرج على الأجساد. صاح وأبتاه وحسينا، هذا ابن رسول الله أصبح فرجة؟ من أنت؟ قال أنا إمامكم زي العابدين. قال وحسين أنت خينا لدفنته. مولاي إحنا كنا خايفين جنت فين أبوك، لكن كل ما قدرنا نشيل أبوك ما قدرنا. قال ما فيكم، لأنه مو كل مكان يندفن أبوي، حفره هنا حفرة وحفيرة. شال أبوه وتناثر لحم الإمام. صاح بني أسد عندكم بارية شو تسوي بيها؟ قال أجمع بيها أبوي. التفت لي أخوي اسمعني، خلى الإمام بالبارية وطواها وشال أبوه وخلاه في ملحودته، لكن بعد ما دفنه سوى طلع وظل يدور. بنو أسد يقولون عايد الإمام، دوار إلى أن أخذ لشي من الأرض شال قبله. شنو هذا؟ قرآن عاينا وإذا صبع الإمام الحسين.
ألحقه بجسده راده على التراب، وإذا بصوت بني علي ضغ ولدي الصغير على صدري. علي بويا يخيك لا تبعد أريدك على صدري توسده. آه ودنق على عظم نحرة وحبة قال له أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة بنور وجهك مشرقة. أما حزني أردحت شوية الشيعة للي يترضون على بواكينا ودموعنا، إحنا تأسينا بالإمام. أما حزني فسرمت مدامني عدل أنا حزنان عليك يا أبو علي. أما ليلي فمسهمت دفن أبوه ورش على قبر ماي وكتب بأصبعه هذا قبر الحسين الذي قتلوه بكربلاء عطشانا. دفن عد رجلي علي الأكبر وحفر حفيرة دفن بيها الأجساد الزواكي من الأنصار، وحفر حفيرة دفن بيها حبيب رادي بتشيهم قالهم يلا أنا رد أروح صحة وفطر مرايرنا جسد يم الشريعة مذبوح لا كان ذبحته والله فجيع حتى من الزندين شفينا وعلى حسين واحزني خادمك على حسين. عشاق الحسين يقول عود البيت. أنا ودي يكون من أقرال ماتم كله يضج، عندي بعد بيتين ثلاث وسلك الدعاء الله يعودك. صحا فطار مراير نجسات يم الشريعة إيه بحمد مذبوح لكن ذبحته والله فجيع حتى من الزنديان شفينا قطيعة وغلى حسين وحزن ويانا دفن عمه. يقولون بنو أسد شفنا الإمام شال شي من الأرض قبله وخلى على عيونه وبكى وبغى تدور شال شي من الأرض قبله وخلى على عيونه حققنا النظر وإذا بهن جفوف أبو فاضل. آه دفن عمه ورجع. أنا تعبت إخوان هاي بعد بيتين ما يصير ما أقراهن بس إن شاء الله ما يقصر الماتم والله يبارك فيكم. أي والله ويعودكم على خدمة الحسين إن شاء الله. ها خلص النفس على هاي الأبيات وتلقيت زينب بالله ردا نجدك ماي شربت يا دفا بخيت قلب لو دفان. اهوى حسين بالله يا دفان انشتك رد علي عطشان خيل شراب. وحسينا سيدي أبو علي جاي أقرأ هاي الأبيات وأطلب منك بحق أمك الزهرة أن تكتب السعادة والسلامة لكل المرضى خصوصا أبو علي. كان فارغ الليل أبو علي راقد في المستشفى اللهم من عليه بالشفاء يا الله. يلا وياي بالله يا دفانا نجداك رد علي عطشان خيمة شراب
خشيت البني بل جن ترد روحا تراه مات لحظة. هذا البيت الختامي هدية لسلامة الأمهات والأخوات وحضورهن اللامنقطع وبكائهن وصراخهن على الحسين وحسن زينب. ممنون ممنون من حضورتن أيها الأخوات، وهذا لسلامة شن وقرى البيت وياي، لأن في إشارة إلى زينب. صاحت بالله يا خفار القبر تعبت والسقم شانه وبهداي عن راس القلب دش لعزانه وقل له خيتك شبعتي مذلة ومخ وعلى حسين وحزني على حسين على حسين بارك الله فيكم. اسمحوا لي هاي 13 ليلة أنا بخدمتكم، الليلة نهاية مأتمنة، هاي قرايتي إن كان فيها خلل من تقديمها أو تأخيرها، من كلامها أو رثائها، قصرها أو كثرها، أرجو منكم تسامحوني وبرذمتي وشقلكم بعد وقع أجركم على الحسين بن علي عليه السلام. فالليلة ليلة عزاء على رسول الله، بس فقرتين دعاء وأريد حضوركم للعزاء. بارك الله فيكم، مدوا يديكم إلى السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عشر مرات. يا الله 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 يا أبصر الناظرين يا أسرع الحاسبين يا أحكم الحاكمين يا أرحم الراحمين يا إله العالمين. اطلبوا حوائجكم وادعوكم وادعوكم. شكرا لكم ولحضوركم، شكرا لأرباب الحسينية والقائمين بهذه الخدمة، عيال أبو حمد كبار ولا أقول فيهم صغير، رجال ونساء على خدمتهم الذي رأيتها من قرب، شكر الله سعيهم وقد وقع أجرهم على فاطمة الزهراء عليها السلام. أعادنا الله وإياكم على خدمة الحسين. استعدوا للعزاء بارك الله فيكم، استعدوا.